أتوقع على الاتحادين التفكير من الآن بوجود للموسم المقبل، لابد أن تكون هناك استقطابات تليق باسم ومكان نادي الاتحاد لإعادة الفريق الاتحادي، الفريق القوي، الفريق المنافس يعني جماهير هذا النادي اللي ما زالت تساند وتدعم الفريق رغم الوضع اللي بيمر فيه الفريق الاتحادي. مسلسل الإصابات تكلمنا بوجود في حلقة سابقة أنه على الإدارة الاتحادية يعني في عجالة اختيار جهاز طبي، لأنه عدد الإصابات المتكرر والمتوالية على الفريق الاتحادي اليوم الفريق بيجني ثماره. حتى الأسماء الأجنبية اللي أنت كنت تحتاجها في مثل هذه المباريات لا تجدها، كريم بنزيما يغيب عن أهم يعني مرحلة مفصلية في تاريخ الفريق الاتحادي في هذا الموسم تحديدا. جوتا اللاعب الغامض كان في بداية الموسم إشكاليات وإبعاده على الفريق في الدوري، طيب الفترة الشتوية لا يحضر المعسكر، لاعب منذ عودة الفريق للمباريات لاعب غايب على الفريق. إذا أنا ما أحتاج اللاعبين والأسماء الأجنبية في مثل هذه المباريات متى أحتاجها؟ الاتحاد أي نعم تحسن في الفترة بعد فترة التوقف الشتوية، انتصارات، حقق نتائج إيجابية، لكن كل كوم ومواجهة الهلال أفضل فريق في آسيا ومحليا كوم آخر. من أجل مجابهة هذا الفريق الهلالي لابد أنك أنت تكون تملك لاعبين وتملك خامات سواء في أرض الملعب أو على دكة البدلاء. طيب من الصعب بمكان بأسماء شابة أنك تواجه كتيبة من النجوم والأسماء سواء الأسماء الأجنبية اللي موجودة في الهلال أو حتى العناصر المحلية. نقول مبروك للفريق الهلالي، فوز مستحق، هارد لك للفريق الاتحادي. الكرة ما زالت في الملعب رغم صعوبتها، لكن كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل، قادر الاتحاد على العودة رغم صعوبة المواجهة.